أرحب بكم برنامجنا هذا كوكينج والسميرة، وأقدم لكم أحلى وألذ الوصفات أرجو أن تنال إعجابكم. برنامجنا اليوم رح أسوي لكم أنواع مختلفة من المعجنات. رح نبدي برنامجنا اليوم بتحضير الكعك المحشي مع الزبد والطحين. We'll start our program today by preparing the flour-filled cookies or pastries, in fact. لهذه الوصفة رح نحتاج هذه المواد. لتحضير العجين رح نحتاج هذه المواد: 7 كوب طحين، 3 ملاعق بيكنج باودر، كوب ونصف 3 قطع زبد، 1 ظرف، ملعقتين ونصف كوب خميرة، نصف كوب ماء، 5 بيض، 3/4 كوب حليب، 1 ملعقة كوب ملح، ورح نحتاج 2 صفار بيض راح نخلطه ويا 2 ملاعق طعام ماء الزعفران. لهذه النوع من الكعك رح نحتاج حشوات 2. الحشوة الأولى رح تكون 1 كوب 2 قطع زبد، 3 أكواب طحين، 1 ملعقة كوب ملح. الحشوة الثانية رح نحتاج نصف كوب 1 قطعة زبد، 1.5 كوب شكر، 1.5 كوب طحين، ملعقة طعام دارسين مطحون، ملعقة كوب هيل مطحون. رح نبدي بتحضير العجين. We will start getting the dough ready. راح نخلي البيكنج باودر إلى الطحين. We add the baking powder to the flour and the salt والملح. راح نضيف الخميرة إلى الماء الدافئ ونتركه لمدة 5 دقائق. And we add the yeast to the warm water and we'll let it sit for about 5 minutes. And here I have hot milk. To it, I'll add the butter and we'll let it melt in the hot milk. Just like that. على ما ننتظر على الخميرة ده تختمر أو ده ترتاح شوية وعلى الزبد حتى يموع ويا الحليب، راح نبدي بتحضير الأشياء الأخرى. راح نكسر 5 بيض. While we are waiting for the butter to melt with the milk and the yeast to rust, we will start whisking the eggs first. Always, we like to crack the eggs in a bowl just in case there'll be some shell that falls in it or there'll be a bad egg. دائما نكسر البيض بإناء مثل هذا حتى نتأكد من أنه ما يكون عندنا أي بيض خربان أو أي قشر يوقع بالإناء. Perfect. رح نخفق البيض لمدة دقيقة. رح نضيف الخميرة. رح نضيف الزبد المذاب. We added the yeast and the butter and the milk. تدريجيا رح نضيف الطحين. Gradually we will add the flour mixture. الخليط اندمج كل الزين، انخلط كل الزين. هسه رح نبدل الميكسينج اتاتشمنت ويا الدوهك اتاتشمنت. The mixture is nicely blended and this is an amazing dough. To finish kneading the dough, we will use the dohuk attachment. خليط صار متجانس كلش. The dough is beautiful, nice and smooth. نحوله إلى إناء دهناه بقليل من الزيت. We will transfer it to an oiled bowl. Amazing dough. نغطيه بقطعة بلاستيك. We'll cover it with a piece of plastic and a kitchen towel. وقطعة قماش
and we'll leave it in a warm place for about hour to hour and a half. نتركه في مكان دافي حتى يختمر لمدة ساعة إلى ساعة ونصف. تركنا العجين ده يختمر تقريبا ساعة ونصف في مكان دافي. كل ما يكون المكان دافي كل ما يكون وقت اللي راح يختمر به العجين راح يكون أقل. We set the dough on the side in a warm place to rise for hour and a half. The warmer the place we will leave the dough at, the shorter the time to rise will be. رح ناخذ العجين عجين إلى درجة هش ولين and smooth, nice looking dough. ورح نقسمه. لهذه الوصفة نستعمل نوعين من الحشو. نوع من الحشو رح يكون savory اللي رح يكون مالح، والنوع الآخر رح يكون بشكر. We are using two different kind of fillings for this pastry. One of them it will be savory and one of them will be sweet. رح نقسم العجين إلى قسمين متساوية. We will divide the dough into two equal pieces. And we will divide the first part. رح نقسم القسم الأول إلى أربع أقسام متساوية. We will divide it into four equal portions. One half of the dough. And we will form it into a smooth ball. And we will set it on a baking tray lined with parchment paper. And these large size portions will be the one to use for the savory or the salty filling. الحجم الكبير اللي قطعناه راح نستعمله لحشوة الزبد والملح والطحين. وراح نقسم القسم الثاني من العجين إلى أحجام صغيرة بحجم الليمون تقريبا أو شوية أكبر. We will divide the remaining dough to small pieces the size of a lemon or a little bit larger than that. Maybe to about 12 to 14 portions. 12 إلى 14 قسم متساوي. And we will form each one into a smooth ball. رح نشكل كل قسم على شكل كرة. وراح نتركها على الصينية. We'll place it on a tray lined with parchment paper. Beautiful looking dough. عجين كلش ناعس وكل السهل تحضيره راح يكون من نحشيه ومن طبعا نخلص تشكيل الأشياء الأخرى. قسمنا العجين إلى حجمين. الحجم الكبير راح نستعمل الطحين والزبد والملح الحشو لحشو هذا النوع الحجم من العجين، والآخر راح نستعمل حشو الزبد والطحين والشكر. راح يكون نوعين من الحشو. راح نغطي العجين. We will cover it with a plastic wrap. ورح نتركه حتى يرتاح لمدة 30 إلى 40 دقيقة. ولا تترست for about 30 to 40 minutes again. لتحضير الحشوة الأولى رح نحتاج مقلاة مثل هذه. رح نحمي المقلاة. To prepare the savory filling or the first filling, we will need a skillet like this. We will heat it up over medium heat. رح نضيف الزبد. نتركه إلى أن يذوب. We will add the butter and we'll let it melt. الزبد ذاب كله. The butter is all melted and it's nicely hot. الزبد حارية. هسه رح نضيف الطحين. We will add the flour gradually and we'll keep stirring. Wanna make sure it's not gonna burn. رح نحرك حتى لا يحترق الطحين. And we'll keep adding and stirring. تدريجيا رح نضيف الطحين ورح نستمر بالتحريك.
تشوفون الطحين شلون انقلى ويا الزبد، وطبعا ريحته الى درجة طيبة، ومنظره صار تقريبا لونه golden. The flour is nicely incorporated with the hot butter and it's almost toasted with the butter and it smells amazing and the color turned to be nice golden brown. We'll turn the heat off. راح نطفي الفرن and we'll set it aside to cool off before using it. راح نتركه على جهة حتى يبرد قبل ما نستعمله لحشو الكعك. لتحضير الحشوة الثانية راح نحتاج هذه المواد. طبعا مثل ما قلنا راح نحتاج الشكر. To prepare the second filling which is the sweet filling we will need to add the sugar into a large bowl like this. راح نضيف الطحين. We'll add the flour. راح نضيف الهيل المطحون. We added the ground cardamom and ground cinnamon والدارسين المطحون. راح نخلط هاي المواد كلها سوا. We will mix all these ingredients, the dry ingredients, until nicely incorporated. ولهذا راح نضيف قطعة الزبد. And then we will add the butter. And we will mix. راح نخلطه إلى أن يندمج كل الزين ويا حبيبات الشكر والطحين والدارسين والهيل. Till nicely incorporated. المواد كلها انخلطت كل الزين وشوفون الخليط صار تقريبا مثل الرمل المبلل. The mixture is nicely incorporated and it feels like wet sand and this is exactly how we want it. So the filling is ready to be used to fill our pastries. العجين صار لدي يرتاح تقريبا 45 دقيقة. The dough was resting for 45 minutes and now it's ready to be filled. هسا العجين حاضر حتى نحشي. راح نبدي بالأحجام الصغيرة اللي راح نستعمل الحشو اللي بيه شكر. راح نفتحها على شكل دائري. راح نضيف تقريبا ربع كوب او نصف كوب من الحشو. We opened the dough into about 5 inches of circle and we placed about 1/4 cup of filling, the sweet filling in the middle. We will bring the dough over to enclose. راح نجيب حافات العجين وراح نكبس عليها. Just like that. We will press on it. Just like that. And we will place it. حنخليها بصينية عليها parchment paper. طبعا تقدرون تخلون هذا العجين مثل ما هو هيجي. تقدرون تسوون تقريبا ديزاين بالشوكة أو بالسكينة أو إذا عندكم قالب مثل هذا كلش حلو يطلع منظره. You can make some design on it. So we're just gonna press on it. راح نضغط عليه حتى نحصل على الديزاين. Perfect. Look how beautiful. راح نستمر بالحشو بنفس الطريقة. We will continue filling the remaining pieces of dough. هذا النوع من الكعك كلش معروف. هي اكو قرى بالعراق بشمال العراق مجاورة لحدود ايران اللي طبعا كلش معروفين بعمل هذا النوع من الكعك. يتسمى كادو او يستعملون الحشوة اللي تكون الحلوة اللي بيها شكر والحشوة المالحة. حشينا الكعك اللي طبعا استعملنا الشكر بيه السويت. We filled the pastries with a sweet filling and now we will cover them
and leave them in the fridge for about half an hour to 45 minutes. رح نغطيهم ونخليهم بالثلاجة لمدة 30 إلى 45 دقيقة. الكعك اللي محشى طبعا بالزبد والطحين خلينا بالثلاجة لمدة ساعة تقريبا، بقى بالثلاجة. هسه راح نحضره حتى نطبخه بالفرن. قبل ما نطبخه راح نحتاج نبرشه بقليل من صفار البيض وماء الزعفران. هنا راح يكون عندنا، راح نستعمل صفار فقط. هذا راح ينطي لون كلش حلو لهذا النوع من الكعك ونكهة طيبة كلش. راح نخفق البيض كل الزين. ولهذا راح نضيف ملعقتين طعام من ماء الزعفران. ماء الزعفران هو خلينا قليل من الزعفران في ماء مغلي، راح يكون ماء الزعفران. We added some saffron threads to some boiling water and this will give us some saffron water. So we whisked or we beated two egg yolks with two tablespoons of saffron water. This will give it that nice bright and golden color. راح نلوث الكعك بهذا الخليط. We will brush. Look how beautiful the color is. So we'll give it nice color. We will brush the entire surface with the mixture of egg yolks and saffron water. نبرش السطح كله بخليط صفار البيض والزعفران، ماء الزعفران. We'll make some holes about 3/4 of them. This will let the steam come out and prevent it from puffing. أعمل 3 إلى 4 ثقوب حتى ينطي مجال للبخار حتى يطلع من عنده وحتى ما تنفخ كلش من ده تنطبخ. هسه الكعك حاضر حتى نخليه بالفرن تنطبخه. We preheated the oven to 350 degrees. حمينا الفرن 350. راح نطبخ الكعك بالفرن لمدة 20 إلى 22 دقيقة. We'll bake it for 20 to 22 minutes until golden brown. الكعك صار لدي نطبخ بالفرن لمدة 20 دقيقة. The pastry has been baking in the oven for about 20 minutes and شوفون لونه شلون golden and طبعا ريحته الى درجة طيبة. Look how beautiful the color is and it smells amazing. راح نتركه لمدة عدة دقائق حتى يبرد قبل ما نقدمه. Let it sit aside for a few minutes to cool off before serving it. هسه راح نستعمل الحجم الكبير من العجين وراح نستعمل حشوة الزبد والملح والطحين لهذا العدد من الكعك. راح نفتح العجين، تشوفون طبعا حجمه اكبر اياه، فراح يكون عندنا قطع راح تكون حجمها اكبر حتى نفرقهم من الحشوة الاخرى. Now we will open up the larger pieces of dough that we are going to fill them with the savory filling, which is butter, flour and salt. We made them into two different sizes to identify them from each other. So we will add 1/4 of the filling. هنستعمل ربع كمية الحشو بنفس الطريقة. Same way like the small ones. We'll bring the dough over the filling. We'll seal the ends. نتأكد بأنه كل العجين راح يكون طبعا يلزق بالقطع الأخرى حتى لا ينفتح. And then we will open it up.
نفتحها وراح نخلي في صينية مثل هذه، وراح نستعمل الشوفون القالب اللي حجمه كبير وبي ديزاين يختلف لعمل الديزاين على هذا النوع من الكعك. وطبعا مثل ما قلنا اذا ما عندكم هذه القوالب تقدرون بالشوكة او السكينة تستعملون اي نوع من الديزاين اللي يعجبكم. So we will press on this to create the nice design. Perfect. هسه راح نسوي بسكت الفستق بستاشيو بسكاتيس. لهذه الوصفة راح نحتاج هذه المواد: 2 كوب طحين، 1.5 ملعقة كوب بيكنج باودر، 0.5 ملعقة كوب ملح، 1 ملعقة كوب هيل مطحون، 0.5 كوب قطعة واحدة من الزبد، 1 كوب شكر، وراح نستعمل قشر برتقال 1 مبروش، 2 بيض، و2 كوب فستق. First thing we will mix the dry ingredients together: the flour, baking powder, salt and cardamom. خلينا طبعا الهيل المطحون والبيكنج باودر والملح ضفناها فوق الطحين، راح نخلطها الى ان تنخلط كل الزين. والستر to mix everything nicely together. And this is our dry ingredients for this. رح نبدي أول شيء نخلي قطعة الزبد بإناء العجن. We'll add the butter to the mixing bowl. And we will cream the butter. رح نخلط إلى أن يصير nice and creamy. رح نضيف الشكر we'll add the sugar and we'll keep mixing. رح نضيف البيض we'll add the eggs. Continue mixing. نستمر بالخلط. رح نبرش قشر البرتقال ونضيفه إلى الخليط. هذا رح ينطي نكهة كلش طيبة. We will grate orange zest and we add it to the mixture. This will add a lot of flavor, especially with the cardamom and the pistachios. It will be very nice together. خاصة الهيل ويا الفستق والبرتقال راح ينطي نكهة كلش طيبة لهذا النوع من البسكت. راح نضيف قشر البرتقال إلى الخليط. We'll add the oranges to the mixture. Smells really really good. ريحته إلى درجة طيبة. هسه راح نضيف خليط الطحين. Now we will add the flour mixture. الخليط كله انخلط زين. Mixture is nicely incorporated and it's creamy and it smells amazing. ريحته إلى درجة طيبة. آخر شيء راح نحتاج نسوي إنه نضيف الفستق. We will add the pistachios. And we will mix until nicely incorporated. نخلطها كل الزين إلى أن
تنخلط ويا العجين بصورة متساوية just like that. عندي هنا صواني اثنين خليت عليها parchment paper. Here we have two baking trays that we lined with parchment paper. And I'm gonna sprinkle with some flour. رح أرشها بقليل من الطحين. Just like that. ورح أخلي قليل من الطحين على إيدي. And then I'm gonna dust my hands with some flour. And I will divide the dough into two equal portions. رح أقسم العجين إلى قسمين متساوية. ورح نشكلها على شكل تقريبا ألوغ أور شكل تقريبا طوله قدم وعرضة يكون 3 inches. Perfect. And now the logs are ready to go in the oven to bake. هسا حاضر العجين حتى نخليه بالفرن ونطبخه. حمينا الفرن 350 degrees. We preheated the oven to 350 degrees. We will bake them for 20 to 25 minutes. رح نطبخها لمدة 20 إلى 25 دقيقة. هذا رح يكون طبخ مبدئي طبعا، وبعدين رح نكمل طبخهم ورا ما نقصهم إلى شكل شرايح رقيقة. البسكت صار لدين طبخ لمدة 22 دقيقة. طبعا ريحته إلى درجة طيبة، تشوفون لونه شلون nice and golden. The biscotti has been cooking in the oven for 22 minutes actually and it smells amazing, golden brown and delicious. We'll set it on the side to cool off. رح نتركه حتى يبرد قبل ما نقصه. تركنا البسكت حتى يبرد كل الزين. We set the biscotti out to cool off before slicing it. And now we will slice it. هسا رح نقطعه. Using a serrated knife. سكينة مسننة مثل هذه. تقريبا an inch. يكون العرض. 1 inch wide. Into slices. Just like that. رح ناخذ البسكاتي ورح نصفه على الصينية. حتى نكمل طبخة مرة أخرى. هذا النوع يكون مقصف كلش. And it's nice and dry. Now we will arrange it on a tray. And we will bake it again. Until it's nice and crispy and dry. Just like that. رح نكمل طبخ البسكاتي أو البسكت بالفرن لمدة 10 إلى 12 دقيقة. We'll continue baking the biscotti in the oven for 10 to 12 minutes until nice and crisp. البسكاتي صار لدين طبخ مرة ثانية بالفرن لمدة 12 دقيقة. We bake the biscotti after we slice it in the oven for 12 minutes and look how nice and crispy it is and it smells amazing. We'll set it on the side to cool off before serving it. نتركه حتى يبرد قبل ما نقدمه. هسه راح نبدي بتحضير كعك الجوز والدارسين. Now we will start preparing walnut cinnamon cookie bars. لهذه الوصفة راح نحتاج هذه المواد. For this recipe we will need these ingredients. كوب ونصف طحين، ملعقة طعام baking powder، ملعقة كوب دارسين مسحوق، نصف كوب واحد قطعة زبد، نصف كوب شكر، 4 بيض، ربع كوب براندي، نصف ملعقة كوب ملح، 3 كوب جوز. وللشيرة رح نحتاج هذه المواد: 1.5 كوب شكر، نصف كوب ماء، 3 ملاعق طعام براندي، قشر برتقال 1 مبروش، وقطعة 2 من الدارسين.
لتحضير هذه الوصفة أول شيء نحتاج أن نفصل صفار البيض عن بياض البيض، ورح نبدي بخفق بياض البيض أول شيء وبعدين نكمل تحضير الوصفة. To start this recipe we need to separate the eggs, the white part from the yellow part. We'll start whipping the white part of the eggs until stiff peaks form. Place the yolk in here. Now we have all four egg whites in the mixing bowl and the egg yolks in a separate bowl. عندنا الصفار في إناء وبياض البيض بإناء العجن، ورح نخفق بياض البيض إلى أن يكون عندنا رغوة. بياض البيض شوفون شلون صار ثخين كلش. The egg white is forming to a stiff peaks. You see when it doesn't fall like this that means it's stiff peaks. شوفون من يكون ثخين كلش يكون سهل حتى نحوله في إناء مثل هذا. We will transfer it to a separate bowl until we are ready to mix it in the mixture. Now we will add the butter. راح نضيف الزبد والشكر and sugar to the mixing bowl and we will cream the butter and sugar together. رح نخفق الزبد ويا الشكر إلى أن يخفقون كل زين. بهالأثناء رح نضيف الدارسين إلى الطحين وال add the cinnamon to the flour, baking powder and salt والملح. رح نضيف صفار البيض. We'll add the egg yolks to the mixture and we'll continue whisking. We'll add the brandy. رح نضيف البراندي لأي سبب من الأسباب. إذا ما يعجبكم تستعملون الكحول تقدرون تاخذون الكحول، تقدرون تستعملون فانيلا إذا يعجبكم، أو إذا بس ما يعجبكم تستعملون أي شيء همينة ما راح يأثر على الوصفة أبدا. For any reason, if you don't want to use the brandy or the alcohol that we are using, you can just eliminate it or you could use vanilla extract if you like. تدريجياً راح نضيف خليط الطحين. Gradually we'll add the flour mixture. المواد كلها انخلطت كل الزين. The mixture is nicely incorporated. We will add the egg white and gently we will mix. بحذر راح نخلط البياض البيض اللي خفقنا ويا الميكسر كله ويا الخليط كله. نتأكد بأنه منخلط كل الزين. Make sure everything is nicely blended. عندنا هنا صينية حجمها 13 بـ9 انشات وتكون عميقة شوية تقريبا انشين. راح نستعملها حتى نطبخ به هذا الخليط. We have a baking tray that's 13 × 9 × 2 inches. We brush it with some oil. دهناها بقليل من الزيت. We will transfer the mixture. راح نحول الخليط كله إلى الصينية وراح نوزعها بالتساوي. We will spread it evenly into the baking tray. Make sure we have nice even layer. هذه
هسه الخليط او الكعك حاضر حتى نطبخه بالفرن. حمينا الفرن 350 degrees. We preheated the oven 350 degrees. We'll bake it for 30 to 35 minutes. راح نطبخه لمدة 30 إلى 35 دقيقة إلى أن ينضج. كعك صار لدينا طبخ لمدة 30 دقيقة. It's been baking the cookie bar, been baking in the oven for 30 minutes. The way to check it is to insert a wooden score in it. When it comes out clean, that means it is done. طبعا نخلي عودة خشبية أو أي شيء آخر حتى نتأكد بأنه الكيك انطبخ. أن تطلع نظيفة معناها الكيك انطبخ. راح نتركه لتقريبا مدة 10 إلى 15 دقيقة حتى يبرد قبل ما نخلي الشيرة عليه. لتحضير الشيرة طبعا الكعك صار بارد، هسه نقدر نقسمه وراح نضيف عليه الشيرة. لازم نتركه يكون بارد بعدين نقسمه ونضيف عليه الشيرة الحارة. The cookie bar it's cold off right now. We will cut it into desired shapes and sizes and then we will prepare the syrup and the syrup needs to be very hot to go over the cookies. راح نضيف نصف كوب ماء. We'll add the water and sugar. And we'll let the sugar melt. رح نترك المحلول حتى إلى أن يذوب الشكر. على ما ننتظر على الشيرة حتى تنطبخ راح نقص الكعك. طبعا تقدرون تقصوه بأي حجم بأي شكل اللي يعجبكم. كلش بسهولة ينقص من يكون بارد. We will cut the cookie bar in any desired shapes or sizes depending on what you like. It's really easy when it is cold to cut. And now we will add the two cinnamon sticks. الشكر داب راح نخلي عود الدارسين راح نتركه على نار متوسطة إلى هادئة حتى ينطبخ ويتحول إلى شيرة ثخينة. راح نحضر قشر البرتقال راح نبرشه. We will grate the orange zest and have it ready. الشيرة صارت ثخينة كلش. Syrup it's nice and thick. I will remove the cinnamon sticks. أرفع عود الدارسين. راح نضيف قشر البرتقال الى المحلول وراح نضيف البراندي. ريحة الى درجة طيبة وهذه الشيرة راح تضيف نكهة وطعم اكثر طيب لهذا الكوكيز. This syrup will add a lot of flavor to this cookie bar. نضيف الشيرة فوق الكوكي نتأكد حتى تشبع كل زين. We'll add the syrup to the cookies making sure it's all saturated with the syrup every single piece. And we'll let it sit for about half an hour to 45 minutes to settle. راح نتركه لمدة 30 إلى 45 دقيقة حتى يتشبع الكعك كله بالشيرة قبل ما نقدمه. أشكركم شكر جزيل متابعتكم برنامجنا اليوم كوكينج والسميرة. برنامجنا اليوم سوينا هذه الوصفات لأنواع مختلفة من المعجنات. سوينا كعك محشي مع الطحين والزبد. استعملنا نوعين من الفيلينج أو الحشو، حشو بشكر وحشو بلا شكر. ويا هذا سوينا بسكت الفستق اللي هو البستاشيو بسكاتيس، وسوينا كعك الجوز والدارسين اللي هو سينمون والنت كوكي بار.
إن شاء الله نشوفكم في حلقات قادمة مع وصفات ألذ وأطيب. كل هذه الوصفات موجودة في كتابي هذا A Baking Journey، وطبعاً 520 وصفة أخرى. You can find all these recipes and many many more in my Baking Journey cookbook. And you can watch Cooking with Samira on Almaz TV every Monday and Friday. And you can go to YouTube and watch all the episodes that you missed. يمكنكم مشاهدة برنامج Cooking with Samira على قناة الماس الفضائية كل يوم اثنين وجمعة، وتقدرون تشوفون الحلقات اللي فاتتكم على اليوتيوب، ونشوفكم في الحلقة القادمة إن شاء الله.